نحن قررنا نجي على الروشة ونسأل الناس شو رأيهم عن فستاني، عن الميك اب، عن كل شيء، عن اللوك. خلينا نشوف شو رأيهم بهذا الموضوع. بيعجبك هيك ستيل او ستايل هندي؟ ها ستايل هندي. قالوا لي مكسيكي وهلا هندي. بونش يلا 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 بليز بليز بليز. بغني شو بدك يا قلبي؟ غني لي شوية شوية، غني لي وخد عيني. نحن كتير منحب الناس من الإمارات، بس اليوم حبيت أنا ألبس فستان من مصمم أزياء لبناني، وبدي أسألك سؤال رأيك فيه. حلو، تصميم رائع جدا. بتحب الألوان هيك والخلطات و... أيوة، التشكيلة زي المكياج، هذه مع المكياج شيء حلو جدا، باين شيء يعني مختلف. صحيح، يعني بهرني. أنا كنت بدي أجي لعندك أتفرج عليك، بس تفرجت تمتعت فيك من بعيد. هذه كانت مهضومة ما تليلي. لا يلا نركض. يلا 1 2 3 4. 1 2 3 4. حبيت الميك اب تبعي؟ ايه كثير مهضومين. نحن عن غارين دي مرجان. انا نقيته لانه هو ليبانيز ديزاينر وكثير بحب شغله. سو بونجور غارين. بونجور. كيفك؟ ايه، بدنا نحكي شوي عن الكوليكشن 2019، نيو كوليكشن. يس. بدي اعرف شو هي الانسبيريشن تاعيتك للوينتر 2019. هلا يوجوالي ماي انسبيريشن اتس وان لاين اوف انسبيريشن، يعني اتس اولويز ذيس جوثيك 18th century little bit dark. لو في الوان it's still dark، يمكن بالكاتس، يمكن بالباتشورك اللي بشتغلها. This is my identity usually. وما عندي inspiration كل سنة كلياً different. ما من تبع الترند أبداً. أصلاً غارين دي مرجان it's a trend itself. كان أنا غارين بدي أسألك عن هذا الفستان الرائع wedding dress. شو هو ستيله هذا؟ هلا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي it's one line of a style، يعني it's a gothic dress. عم نشوف كل هالديتيلز، and then عندي كمان the whole work of a 3D dimensional، يعني عم تشوفي الليس منا 100% ملقطة على الفستان محلات حتى يعطي هال 3 dimensional look. انت في شي فستان مثلا بتفكر انه في جربه لشوف اذا بيلبق مع الستايل تبعك؟ ليش ما بتنقي انت فستان؟ غارين بدي اشكرك كثير لهالانترفيو. انا كنت كثير مبسوطه انه جيت عندك وتعرفت عليك اكثر، مع انه بحب كثير شغلك وبحس انه عن جد عندك شيء totally different. وكمان thank you for the dress. Thank you. It's amazing on you. I love it. ميرسي غارين.